السلام عليكم أصدقائي. إذن ولدنا قلب الأسد أيهم أوسو لاعب منتخبنا إلى الدوري البلجيكي، هل هي خطوة إلى الأمام أم خطوة إلى الوراء؟ هذا رح نحكي في فيديو اليوم. جمهور السوري ما بكون، جمهور منتخبنا جمهور السوري ما بكون توصي. الموسم السابق فجروها لصفحة قادش وصارت وأصبحت من أقوى الصفحات على السوشيال ميديا بسبب انتقال أيهم أوسو. حاليا لديكم وعليكم بصفحة رويال تشاريلو البلجيكي يلي رسميا انضم ولدنا الكابتن ايهم اوسو الى النادي. رح نحكي عن هذا النادي، ترتيبه، شو وضعه، شو كان بالموسم السابق، مبارياته، هل هي خطوة الى الامام ام خطوة الى الخلف. وبالاضافة رح نحكي عن انتقالات الدوري السوري بشكل سريع بما انه عم ننزل الاخبار اول باول، وبالنسبة للمتابع انتقالات الدوري السوري بهمه الخبر اكثر ما انه نحكي عليه، فلمجرد انه عم ننزل الصفقات والانتقالات على صفحتنا الفيسبوك موسى سبورت. قبل ما نفوت بالتفاصيل، طش لايك، كومنت، اشترك بالقناة، طش لايك، لايك ببلاش، نحن لكم كل الشاكرين. اذا ولدنا ايهم اوسو قلب الاسد الى نادي رويال تشاريلو البلجيكي. بالنسبة للنادي شو رأيه فيه؟ او شو هو النادي بشكل عام كنتاجه تاريخه؟ بكل امان النادي متواضع، النادي متواضع. بالمحصلة هل هي خطوة الى الامام ام خطوة الى الوراء؟ لا هي خطوة الى الوراء لايهم اوسو. السبب في عوامل كثيرة، اهم انه بنهاية الموسم كان ايهم اوسو عم يتعرض للاصابة، هي السبب الاول. السبب الثاني انه فريقه قادش كان عم يلعب معه الموسم السابق بالليغا هبط الى مصاف الدرجة الاولى، وهي عوامل كلها بتأثر وبتنزل من القيمة السوقية للنادي. فلذلك يبدو انه ايهم اوسو دور، حاول، جاب، اخذ، ما لقى الا رويال البلجيكي في الدوري الممتاز. الدوري البلجيكي ما بدي اقول لك هو من افضل الدوريات، ما لا يشبه بالدوري الاسباني بكل تاكيد، لكن هو دوري اوروبي يعتبر، او دوري يعني من التصنيف الثاني في اوروبا. النادي من موسمين او ثلاثه كان عم يشارك في اليورو او في الدوري الاوروبي، من موسمين او ثلاثه. اما حاليا فوضع النادي سيء وسيء جدا، وعم يحاولوا يتعاقدوا مع مدافعين قدر الامكان، او عم يبحثوا على مدافعين سيفيون جيد كايهم اوسو. ليش؟ لانه الفريق بالموسم السابق كان عم يحتل المركز 13 من اصل 16 فريق، وكان قاب قوسين او ادنى من انه يهبط الى مصاف الدرجه الاولى، لكن بقي بالممتاز واتى ايهم اوسو. بتمنى هذا الموسم تتحسن نتائج بقدوم ايهم اوسو. بالمناسبه الدوري البلجيكي شغال، بالجوله الاولى تعرض الفريق للخساره، الجوله الثانيه راح تكون بتاريخ 3/8 وسيشارك او ممكن يكون بديل في اولى المباريات ايهم اوسو. الفريق من شو بيعاني؟ الفريق بالموسم السابق مثل ما حكينا ترتيبه السيء، الفريق كان عم يتعرض او كان عم يسجل 37 هدف بالموسم كامل، عنده مشكلة هجومية، كان عم يتلقى 52 هدف، يعني مشكلته الدفاعية اسوأ من مشكلته الهجومية. فريق عم يتعرض ل 52 هدف بينما عم يسجل 37 هدف فقط، كان عم يحقق 45 نقطة. بالنسبة للفريق او بالنسبة لولدنا ايام اوسو، بتمنى لك التوفيق، بتمنى التوفيق لاي لاعب سوري بيحترف بالخارج. والله انا اي لاعب نسمع عنه او منتابعه نعتبره ولد من اولادنا، بنتمنى له الخير والنجاح بكل تاكيد. سيكون بنظام الاعاره من براد اتشيكي مع امكانيه شراء، كانت قيمه الاعاره ما يقارب 2 مليون يورو. المفروض القيمه تكون افضل من هيك او اعلى من هيك، لكن حكينا اسباب الاصابه وهبوط فريق قادش. بتمنى التوفيق لولدنا، وراح نتابع المباريات وراح نتابع الصفحه بكل تاكيد. ويعني المباراه القادمه 3/8 بعتقد، إذا اليوم تم الإعلان عن صفقة بعتقد بده مباراة أو مبارتين ليأخذ مكانه الأساسي مثل ما صار مع قادش بكل تأكيد بداية الموسم، بعدين راح أساسي وكان علامة فارقة مع نادي قادش. من القلب بتمنى لك التوفيق يا رب. خلينا نروح بشكل سريع على انتقالات الدوري السوري. ما راح أحكي لك انتقال بانتقال لأن في كتير عندي ماشي بانتقالات، زي نحكي الوسبي عمل أكثر من انتقال، أهل حلب عمل أكثر من انتقال أو انتقالات، الجيش الكرامي بانتقالات الى الان او باعلان عن صفقتين، واليوم ممكن بعد ما انشر الفيديو او قبل ما انشر هذا الفيديو اليوم يتم الاعلان عن صفقتين او ثلاثه اخرى. بالنسبه لانتقالات الدوري السوري بشكل سريع، مثل العاده عم نعاني من نفس المشكله، او عم نعاني من مشكلتين بصراحه بالدوري السوري. عندي ما مع تتعاقد مع حد، وعندي لا تمتلك الاموال، وعندي بلا ادارات، والانديه الاخرى انتهت يعني صارت جاهزه للدوري. ما شاء الله دعاء الخشب خشب دقينا على الخشب عشان ما تقولوا صابنا بالعين. بالنسبة إذا ما نشوف أهل حلب، حكينا بفيديو سابق هذا المدرب حسين عفش، وحكيت بفيديو أنه لو ضال الهواش أفضل، كان عنده تعاقدات ذكرنا بفيديو سابق بعض التعاقدات، منضيف عليهم ما ذكرناه بالفيديو السابق على الريني، فواز بودغجي، رأفت مهتدي، أحمد عليش،
واصبح الحارس وحامل عرين راح يكون شاهر الشاكر وكامل كواي ومحمود محمود البحر. ممتاز انك تجيب. على فكره اداره اهلي حلب عم تشتغل صح والتعاقدات صحيحه مع تحفظي على اسم المدرب. كنت يعني نتمنى التوفيق اكيد ما مشكك بعمل اي مدرب، الاحترام للجميع، لكن في يعني ما بعرف اختيار كان شوي غريب، ما بعرف اذا جماهير اهلي حلب تتفق معي ولا ما بتتفق، لكن نحن بنتمنى التوفيق بكل تاكيد. لكن محمود البحر رح يكون ذكر كلامي، البعض بيقول لك بالموسم السابق ما كان موفق وكان موفق، لا انا متفائل مع بمحمود البحر مع اهلي حلب يكون هداف مع اهلي حلب، لانه المجموعه ممكن تخدمه، المجموعه ممكن تخدمه. كانت تعاقدات اهلي حلب كثير حكيناها بالفيديو السابق وعدلنا عليها بالفيديو الحالي. الوسبي جار جار الرضا ما شاء الله، الوسبي شادين ها كمان دق على الخشب مره ثانيه، ها بيزعلوا مننا بيقولوا حسدتنا. بقياده المدرب معنى الراشد، ليك معنى الراشد لك مدرب موهوب، مدرب شاب، مدرب اذا بنحكي نحن نفسيا، نفسيا انا تابعت هذا المدرب مع اهلي حلب ومع منتخبنا الوطني. الكابتن معنى الراشد نفسيا، نفسيا قريب كثير للاعبين، يعني اللاعبين اللي بيكونوا تحت قيادة معنى الراشد بيكونوا مرتاحين نفسيا. فلذلك الوسبي قال لك مالي غير معنى الراشد، كان متعاقد مع صبحي شوفان معتصم شوفان، يعني نادي الوسبي صار له شوفان، يعني شوفان ثالث، صبحي شوفان معتصم شوفان ماهر دعبول وائل رفاعي خطاب مشلب وادهم غندور، هاي تعاقدات الوسبي واكيد ما خصت الوسبي ما شاء الله يعني كرجه، اللهم صل على سيدنا محمد. بتمنى التوفيق للجار الوسبي. بالنسبة للجيش، الجيش بكل موسم حتى بالموسم السابق إذا بدي أحكي تعاقداته كتير والأموال والخزينة مفتوحة، لكن تفاجأت بنتائج أنا الجيش للموسم السابق. كان يعلن عن التعاقد مع وسام سلوم، رضوان قلعجي، علي السعيدي، أحمد رجب، عبد الله وعمر شريفي، هاي تعاقدات الجيش. بالنسبة للكرامي إلى الآن أعلن عن تعاقدين أو لاعبين، اليوم على الرسمي ممكن ينزل تعاقدين أو الثالث. كان عم يعلن عن عبد الرحمن بركات، ممتاز ممتاز اكيد عبد الرحمن بركات. البعض بلش لا انا بشوف تعاقد ممتاز بالنسبه لك بدايه التعاقدات لعبد الرحمن بركات مع نادي الكرامي والكابتانو تامر حاج محمد. يعني بس صرت السنوات الاخيره تحكي كرامي حكيك تامر حاج محمد، ما تسال جدد ما جدد كرماوي الى النهايه الكابتانو تامر حاج محمد. بدك تسالني عن مدرب رح اكون معك صريح بالنسبه لمدرب نادي الكرامي، تواصلت وسالت وكثير سالت، في اسماء في اسماء مطروحه عم يتواصلوا مع اكثر من مدرب، انما الى الان ما في مدرب وقع عقد ليكون مدرب للكرامي. مثل ما حكيت ممكن انهي هذا الفيديو او ممكن قبل ما انشر هذا الفيديو يكونوا اتفقوا مع مدرب، الى الان ما في مدرب، في يعني مثل ما نقول احنا ربط لسان في مدرب متواصلين معه بدون ذكر اسماء، ويعني قاب قوسين او ادنى، انما ليس رسميا. نذكر ببعض الانديه حاطين وين شيرين، وين الفتوي بطل الدوري والكأس حاليا، يعني حاليا او بالامس تم تشكيل ادارة نادي الفتوي، تأخروا انت بطل الدوري والكأس، انت عندك بطولة خارجية، الطليعة وين؟ الطليعة وين؟ ما بدنا نزحد ما بدنا نزحد مشان ما يزعل مننا، يعني في بعض الاندية ما ابدا ما اعلنت عن اي شيء. جبل وين؟ جبل وين؟ يعني هاي مشكلة الدوري السوري، بعض الادارات بتتأخر وبعض الادارات مثل اللي ذكرناه اهل حلب والرسمي والجيش جاهزين بيلعبوا دوري هلا، قال له بكرة الدوري بشارك. بتمنى التوفيق لكل الأندية السورية من الأب، راح نكون إن شاء الله مغطين أو تغطية كاملة لدورينا والنتائج والانتقالات، إن كان على صفحتي على الفيسبوك أو على قناة اليوتيوب موسى سبورت. نهاية الفيديو اليوم اشترك بالقناة فعل زر الجرس طوج لايك ببلاش، نحن لكم كل الشاكرين. أنا دائما أضل خير، السلام عليكم.